واول تغيير لنادي الاهلي وتلعبت الكوره على طول تاني نقله واحده ويخش يلمس على طول لويس فيجو وتلعب كره حلوه اوعى ده اوعى ده وابتدى اوعى الشوطه بتاعت روبرتو كارلوس يا عصام يا حضري يا عصام يا حضري هوبا يا ماكاليلي يا ماكاليلي لكن شوف روبرتو كارلوس عملها ازاي وقفها في ثانيه وقفها في ثانيه وايه بقى صواريخ بتطلع لو في كمبيوتر دلوقتي كان قال لك بسرعه كذا والمقابله الجميله واللمسه حلوه ومش اوف سايد اوعى 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 سافيو اوبا اوعى ده اوعى ده الحمد لله دي قلشت من مين من زيدان لكن اتلعب الجمله تكتيكيه ريال مدريديه مش ممكن دي باصه ولا ريال مدريد وائل جمعه كان عايز يعمل كده واحده لكن خش احمد ابو مسلم يلا يا احمد حاجات الارجنتين عايزين نتفرج عليها ويدي جمال عندنا فاول على مين لويس فيجو رقم اربعه فرناندو فيرو وزير الدفاع وكره ما فيهاش اوف سايد وخطره طيب واحده بقى ده كلام بقى ده كلام بقى ده كلام ولازم نخلي بالنا ايه تحكيم اوروبي وتلعب يلا عصام يلا عصام ويطلع عصام احمد يا عيني على الترقيصه يا ترقيصه ارجنتينيه يا ولد اللي جايب جون لسه شايفينه قريب مش ممكن اوعى ده اوعى ده روبرتو كارلوس يا على البلياردو يا على البلياردو جت على اليمين يلا حضرتك اللعيب ده عند انا ده مش ممكن يلا علاء واعمل اوفر وخد على الطير بقى هوبا خالد امين رئيسه لسه كره معاه هوبا عصام حضري هوبا عصام حضري خرج اشرف امين للاصابه ولعب مكانه ابو المجد مصطفى ومع بدايه الشوط الثاني نزل ساندي وايضا وخطرها اهتم بيها شويه يا راجل يا راجل يا علاء فرصه دي فرصه قدام ريال مدريد فرصه قدام ريال مدريد علاء ابراهيم وكاسيلاديس وسلجادو ماك مانمان وشوف الكره وخطرها التاريخ يا راجل هوبا كره طويله يا مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن يا حضرتك النهارده تاني واحده بس مش ممكن اتلعبت 10 على 10 ادي خطوه مش ممكن كره دفاع ريال مدريد كله مش ممكن يا كره يا كره دي يا بختك يا سيزار يا سيزار يا بختك يا بختك يا بختك يا حظك رحلة تتهادى وتعالج مشكلات وكنا هنقول هاتها من الشبكة يا سيزار ماكاليلي بيلعبها على طول تاني هوبا هو انت عايزك على طول اوعى دي اوعى دي اهلاوية هجمة مفاجأة لواحد بلنتي هدف ارجنتيني يعني ده انت فعلا تشوف يعمل الهجمه المرتده كما انزلت حقيقه يعني بيعملها حلوه 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 نفس اللي عمله في الارجنتين وثمان دقايق يا اولاد يعني وماتش تاريخي يبقى مكتب كبير اوعى دي اوعى دي خطوه